سقط ثانوية عامة وترقى لضابط في الجيش بقرار من الرئيس السادات. استلهم من أمه لقبه الفني، وأول أجر ليه كان 17 جنيه. هو اللي اخترع شخصيته في يوميات ونيس، محطات من حياة الفنان عبد الله مشرف. اتصدر اسم الفنان عبد الله مشرف خلال الساعات اللي فاتت الترند بعد إعلان اعتزاله التمثيل نهائيا في عمر 82 سنة. ويعتبر الفنان عبد الله مشرف من الفنانين اللي ليهم قبول كبير عند الجمهور، ورغم إنه ما خدش بطولات مطلقة إلا إن أغلب أعماله محفورة في أذهان المشاهد. عبد الله محمد عبد الله وشهرته عبد الله مشرف اتولد في 15 فبراير 1942. حصل على بكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية سنة 1974. كان بيشوف إن المسرح هو المدرسة الحقيقية للفنان، عشان كده اشتغل في مسرح محمد صبحي وشارك في عدد من المسرحيات، منها الهمجي ووجهة نظر وتخاريف ولعبة الست. اتعين في مسرح الطليعة وقدم عدد من المشاهد الصغيرة في بعض المسرحيات، من عفاريت من ورق والناس الطيبة وليالي شهرزاد. وبعد فترة من العمل المسرحي اشتغل في التلفزيون وقدم عدد من المسلسلات، منها رجل خطير جدا وعلى هامش السيرة. وبعد كده بدأت شهرته تتصاعد من خلال أهم أدوار في حياته في مسلسل يوميات ونيس، ومسلسلات تانية زي زيزينيا وابو ضحكة جنان وأولاد الشوارع وفارس بلا جواد. واقتحم عبد الله العمل السينمائي من خلال أدواره في أعمال زي التخشيب أو الأفلامه وجري الوحوش وكتيبة الإعدام والهروب والبيضة والحجر. في حياته كان في محطات كتير، فمثلا سقط في الثانوية العامة 3 مرات، وقال انه كان بيسقط وما بيذكرش لانه كان بيحب التمثيل، وكان علمي علوم فما كانش بيعدي. قضى خدمته العسكرية وترقى لرتبة ضابط بقرار من رئيس السادات اللي قرر يرقي كل المؤهلات العليا. وكانت بداياته المهنية متواضعة جدا، لان راتبه كمجند كان 17 جنيه من المسرح بالاضافة ل 3 جنيه من الجيش، وبعد الترقية مرتبه بقى 17 جنيه من المسرح و25 جنيه من الجيش. كان رافض فرصة نقله للقاهرة بعد ما كانت خدمته في أسوان، لأنه فضل أنه يكمل في الدفاع الإقليمي عن أسوان. بس بعد ما خلص الخدمة انضم لهيئة المسرح واشتغل في الطليعة وبدأ انطلاقته الفنية. وجنب التمثيل اشتغل عبدالله مع أخوه في بقالة الصبح ويمثل بالليل. كان أجره على الحلقة الواحدة لما يبدأ يشتغل مسلسلات 16 جنيه، وبعد خصم الضرائب والمخرجين كانت بتوصل لحوالي 7 جنيه. ورغم كل ده كان بيقبل يشتغل بسبب شغفه وحبه في أنه يعمل مسيرة فنية. وقال في تصريحات سابقة أن سبب اختيار لقب مشرف لاسمه، بالرغم من اسمه عبد الله محمد عبد الله، ان والدته اسمها فاطمه علي مشرف فحب ياخد لقبه من اسمها. يوميات ونيس كانت انطلاقته الحقيقيه في عالم الدراما التلفزيونيه، وقال قبل كده انه كان صاحب فكره شخصيته في المسلسل، وكان اخترع قصه لطفلين توأم سماهم حسن وحسنين، وتخيلهم بيتكلموا بنفس الطريقه البلهاء اللي ظهر بيها في المسلسل. كان اخر اعمال عبد الله مشرف السينمائيه ظهوره كضيف شرف في فيلم اعلى الماشي اللي اتعرض مؤخرا في السينمات، وكان بطوله علي ربيع وكريم عفيفي. وبالرغم من المشوار الفني الثري بالاعمال والشخصيات المميزه، الا ان الفنان عبد الله مشرف قرر الاعتزال والابتعاد عن الاضواء اللي حبته واكتفى باللي قدمه. وبالرغم من انه كان حاضر على الشاشات لحد السنه دي في فيلم على الماشي، وشارك السنه اللي فاتت في عملين هم الف حمد لله على السلامه ورمضان كريم 2، الا انه قرر يسدل الستار عن مشواره الفني.